مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو وبرنامجكم سيداتي سادتي. سعيدة بلقيكم التواصل معكم، مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. نتمنى دائما أنكم تكونوا كتستمتعوا بوقتكم معنا وكتقضيوا معنا أوقات ممتعة. بداية أسبوع موفقة كنتمناها لكم مستمعينا، ونتمنى أنكم تكونوا دائما في أحسن أحوالكم وبخير وعلى خير. فمرحبا وأهلا وسهلا بكل من ضم لنا اللحظة في الاستماع. لقاءنا كالعادة لقاء أسري عائلي مفتوح وإياكم حتى الوحدة. ترحب بالجميع بجميع اقتراحاتكم في لقاء يوم الاثنين، لقاء الحياة المنزلية والمطبخية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم على 0522-46-72-50 أو 51 أو 52، أيضا 0522-88-00-60 أو 61 أو 62. كيف ما يمكن لكم توصل معنا عبر الفيسبوك وصفحة رسمية البرنامج اللي هي سيدتي سادتي. في انتظار مستمعينا أنفسكم وتكونوا معنا عبر الهاتف أو عبر الصفحة أيضا. غادي نخليكم مع فاصل وراجع لكم، بقوا معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين مازال مستمرين معكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفياء أنا وبكل مستمعينا، تحياتي لكم. أرقامنا مرة أخرى مفتوحة لكم من أجل التواصل 0522-46-72-50 أو 51 أو 52، أيضا 0522-88-00-60 ولا 61 ولا 62. بطبيعة الحال نطلبوا من سامحة تاخذ مكالماتكم عبر أرقام الهاتفية المفتوحة، وأيضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة رسمية للبرنامج واللي هي سيدتي سادتي. سعيدة بالتواصل معكم مستمعينا وترحب بجميع أسئلتكم. واليوم بطبيعة الحال عندي مجموعة من الاقتراحات اللي نبغي أنني نقدمها للمستمعات الكريمات. أول اقتراح اللي نبغي نقدمه لكم طبيعة الحل هو دابا كثير من 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 السيدات كيكون عندهم مشكل في الكرون ميناج ديالنا، شنو هما الحيل اللي نقدروا نديروها باش نتفاداو المشاكل. كيف مثلا نعرفوا دابا حنا على أبواب فصل الخريف وخاد العام شوية معطل، المشكل هو انه المفروض ان فصل الخريف يكون دخل دابا ولكن باقي معطل شي شويه معنا. دابا كتكون التقلبات الجويه، الناس اللي عندهم الحساسيه اللي عندهم مشاكل بحال هكذا كتبان دابا، يعني سي كيما كنقولوا سي لو طون دو تريتمون او الوقيته ديال العلاج، الوقايه بلوتو. دابا باش نحلوا هذا المشكل هذا كاين السيدات، واخا يعني انا شخصيا تكون فيك الحساسيه واخا تشوفي مي كتشوفي الغبره ما تقدريش انك تزقاي ما تمسحيهاش او لا ما تقربيش ليها. فاحسن حل هو ان دائما داك الزيف ديالنا اللي كنمسحوا به الغبره نديوه بالماء، ما نخليوهش ناشف. كنعرفوا بلي الخشب بلا غير ذلك ما غيبغيش الماء، ولكن تناخذوا هذاك الزيف ديالنا ديال الغبره تنفزقوا بشويه ديال الماء وتنعصروه مزيان. علاش؟ فاش يكون زيف مندي بحال غير برد، الغبره كتلصق في داك الثوب ما كطيرش. فاش كيكون ناشف الغبره اللي مسحناها كتجي لنا لذاتنا، كتجي لوجهنا، كتجي لعيننا. الناس اللي عندهم الحساسيه كيكون مشكل، كنبداو نعتسو كنبداو نحكو هذا المشكل هذا تيزيد يفاقم مشكل صحي اللي حنا كنعالجوه. فاحسن طريقه نديرو هي هذه اللي قلت، كناخذ واحد الزيف يكون مندي تنضفوا به الغبره ديالنا. الا ما كيزعلكش القضيه وفاك لي هذا راه يزعلك الدنيا، انا ما قلتش لك خذيه فازق، خذيه مندي فهميني. يعني غتشدي هذاك البوتشامون ديالك وغتعصريه مزيان بحال ما فيهش الماء، فيه شويه ديال الماء، يعني غير مبرد، غير مبرد. ها انت دويتي قربي نشف فوالا، غير هو المهم يكون مندي شي شويه. وعاد كنمسحوا الغبره ديالنا فما كتلصقش وكتزول بطريقه سهله، هادي باش ما كطيرش علينا بلوتو، كتلصق في الثوب وكتزول بطريقه سهله. طريقه اخرى باش نضفو، كاين بعض السيدات دابا اللي فيهم مشكل الحساسيه ممنوع عليهم يستعملوا المواد التنظيف. شنو هو الحل اللي غادي نديرو باش نضفو؟ الحل سهل. اول حل بعدا بالنسبه للزاج ديالنا يمكن لينا نضفوه بالخل الابيض. تناخدو عوض ما نديرو الماء ديال الزاج كنديرو الخل الابيض، ترشو به ونقدو نضيفو على الخل الابيض زيت عطر اللي تعجبنا باش نهرسو ريحه ديال الخل، والخل الابيض راه ريحته ما مجهداش. فتنرشو به عوض الماء ديال الزاج وتنديرو تنشفو بجورنال، ولا يمكن لينا ندوزو طرينشات ديال البطاطا فهما كينضفو الزاج بواحد الطريقه عجيبه جدا. كيف ما يمكن لينا نستعملو كاستعمال ناخذوا لي باموس ديالنا اللي مبقناش كنستعملوها ونديروها نشدوا هذيك الكراطه اللي تنديروا ديال الزاج كنركبوا لها واحد القاشر يكونوا قدام مبقناش كنستعملوهم ولي باموس وتنظفوا بهم الزاج ديالنا. فبهذه الطريقه تتنظف بطريقه مزيانه وسريعه وسهله.
ايضا من الطرق اللي يمكن اننا نستعملو بطبيعه الحال في التنظيف ديال البيت ديالنا والطرق اللي تكون عمليه وتكون سهله هو اننا نحافظوا دائما على وجود الخل الابيض والبيكربونات ديال الصوديوم في التنظيف. علاش؟ هاد جوج مواد معقمين منظفين ويمكن ما نتاثروش بهم كماده كيماويه يعني للذات ديالنا بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل هذا. حيت حنا بطبيعتنا المراه المغربيه واخا الطبيب يقول ليها ما خصكش تقيسي مواد تنظيف، ما خصكش تقيسي بلاصه الغبره، ما خصكش هاد الامور كلها، هي وكتعرف بانه في صالحها وخاصها تحبس هاد الشيء باش يمكن التريتمون ديالها ياخذ يدير المفعول ديالو، واخا تكون معها سيده كتساعدها في البيت واخا تنظف من موراها فبلا ما تحس حتى هي كدير يديها، يعني ضروري كتلقى راسها حتى هي كتحاول دير يديها وتحاول دير واحد المجهود في البيت. فهاد الشيء كلشي زوينيه مزيان ولكن خصنا نردوا البال صحتنا ونراعيوا لصحتنا ونعرفوا كيفاش نتعاملوا. اذا هذه مجموعه من الاقتراحات في اطار تنظيف البيت اللي نقدروا اننا نفكروا فيها بهذه الطريقه هذه. ايضا من الاقتراحات اللي بغيت نقترح على السيدات هو تنظيف الزرابي. كما تنعرفوا كتكون الغبره احسن طريقه باش نضفو الزربيه ديالنا اولا باش نشطبو الزربيه ديالنا نشطبوها بديك باي باي اللي كنقولوا لها حنا باي باي في المصطلح العامي. علاش؟ هذيك الشطبه كتابسوربي لينا هذيك الغبره ما كتعطيهاش لنا. اولا نديرو لاسبيراتور ديالنا في الدار اللي تكون لاسبيراتور دابا راه مابقاتش غاليه ولات في المتناول، راه تنقدروا نلقاوها من 450 درهم 500 درهم حتى 1500 درهم 2000 درهم. يعني هذه المساله هذه راه الانسان يقدر يلقى حل ويشري واحد لاسبيراتور في الدار غير صغيره وتعاوننا في تنظيف الزرابي باش نتفاداو ان الغبره ترنا على وجهنا. سينو واحد الطريقه اللي غادي نديرو زوينه هو اننا كنرشوا الزربيه ديالنا بالملح وتنخليوها فيها واحد ساعه ولا ساعه الا ربع ومن بعد تنشطبو فديك الملحه تتلصق في هذيك الغبره ما كطيرش لينا على الوجه ديالنا وما كطيرش لنا على ذاتنا بطبيعه الحال. هذه مجموعه من الاقتراحات اللي انا اقترحتها عليكم اليوم كيفاش نقدروا نضفوا البيت ديالنا الا كان عندنا مشاكل الحساسيه. وتبارك الله دابا هذا مشكل ولا ولكن عيشوا مع نوع من التطبيع ولا عادي الحساسيه السكري طونسيون ولات عادي في الاسره في هذه الامور. يعني كيخصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها باش نتعايشوا بطريقه احسن اللي نتفادوا فيها دوك الكريز اللي كيكونوا شويه صعب. كنرحب بالجميع وحنا اكيد مازالين مواصلين باقتراحات وبحيل منزليه وغنمشي ناخذ معايا لالا الهام من ورزازات. مرحبا بك لالا الهام. الله يبارك فيك اختي سكينه. اخبارك؟ كي دايره؟ لاباس على خير الله يطول عمرك. لاباس بارك الله فيك. الله يحفظك. نهاركم مبروك حبيبه. انت كذلك. تحيه ليك وتحيه للمستمعات وتوحشتكم بزاف. الله يحفظك وحنا كذلك. لالا اختك الهام وحنا كذلك توحشناك وعواشرك مبروكه. الله يبارك فيك علينا وعليك حبيبه لالا اختك. الله يحفظك مرحبا. انا كنت باغا نتصل النهار فاش كانت عاشوراء ونبارك لكم العواشر ونقول لكم على التقاليد اللي كنديروا حنا في عاشوراء وعلى هذا ولكن ما كتبش ولكن الهلاح حرمنا من هاد الاجواء ديال الحمد لله. حنايا دائما في ايامات عواشر وايامات الحمد لله التقاليد ديالنا زوينه وهادشي ديالنا كله سبحان الله العظيم كيخلق واحد الجو في الديور ديالنا زوين معنا مع وليداتنا ولا مع عائلتنا ولا هادشي كيخلينا نتجمعوا كيخلينا نديروا صله الرحيم وباللي قسم الله باللي كان في الطبله. المهم اننا نتجمعوا اننا ما نفرطوش في التقاليد ديالنا لانها مهمه بزاف بزاف والاكثريه في هذا الوقت هذه خصنا نشبتوا بهذا الشيء ونربيوه في وليداتنا. اكيد هذه نصيحه زعما تنشاركوا بعضياتنا كل شيء نصائح وكل شيء. هذه نصيحه مني يعني خصنا نحافظوا على هذا الشيء مع وليداتنا يكبروا بهذه الاجواء. جو عاشوراء يبقى جو عاشوراء، جو العيد العيد الكبير العيد الصغير اي حاجه اي حاجه واي حاجه كتخلق الفرحه. علاش لا؟ لاننا ولينا كنعيشوا في واحد الضغط يومي في واحد التعب في واحد ستريس في واحد السرعه ديال الحياه. اي حاجه كتخلقنا الفرحه في الدار علاش نسدوا عليها؟ داكشي اللي كاين اختي سكينه كنخلينا نضحكوا ملي كتكون شي عواشر ولا راه داكشي كيحيد لينا حتى ديك الروتين ديال ديما. اكيد حيديها بالطياب باجواء ديال هذا باللباس كتبدلي لباسك كتبدلي كلشي ديالك. اكيد داكشي راه زوين الواحد يبقى شاد فيه ما يفرطش فيه ولو يكون مريض ولو يكون يحاول يدير اي حاجه غير بسيطه باش تفرحوا تفرحوا وليداته والزوج ديالو. المهم يكون جو زوين في الدار بالبخور باي حاجه اللي كان تكون بسيطه ولا تكون اكيد الله يقدرنا يا رب. عليك وتمشي لي طولت عليك. الله يا ودي الهام انا ما كنسخوش من كلامك. مرحبا مرحبا الهام حبيبتي الله ينوركم. امين 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 تفضل. اليوم ان شاء الله انا غادي نفيد المستمعات شي نصائح. اييه بالنسبه للآلة ديال البانيني كنلقاو صعوبه باش نضفوها. انا شخصيا كنلقى صعوبه باش نضفها. كندير فيها ساندويتشات هكا للدراري شاورما اولا ملي كتسالي بها كتلقاي دوك لي طاش لاصقين فيها تقدر تشوي فيها هكا صدر ديال الدجاج اولا كفته اولا كتخلي دوك ليدام ودوك الشيء كيكون لاصق يعني ما يمكنش غادي تجي سيده وتجيب حكاكه تسلك وتحكر غادي تخسر لها. اييه
ما يمكنش غادي تكب فيها الماء، راه غادي يوقع هذا ديال الظلم. المهم انا غادي نعطيهم واحد الطريقه ان شاء الله وغادي تفيدهم ومزيانه. اول حاجه بعدا خاص ضروري السيده تشري واحد البخاخ يكون عندها في الدار. هذاك البخاخ ضروري كيسهل علينا الماموريه ديال شحال من حاجه. كناخذو باش نضفوها. هادشي غنضفوها من الداخل، غنعطيكم باش غنضفوها من الداخل وباش غنضفوها من برا. يعني انا نضفتها بواحد الخليط من الداخل اللي هو معلقه ديال بيكربونات الصوديوم اولا خماره حمراء، اللي كان بيكربونات الصوديوم اولا خماره حمراء في نص كاس ديال الماء. هذه معلقه كندوبوها في نص كاس ديال الماء وكنديروها في البخاخ وكنبقاو نرشو على داك الداخل ديال البانيني. كنديروها بعدا في البريز تسخن شي شويه وكنحيدو البريز ديالنا، هي سخنات لنا مزيان، كنحيدو البريز منساوش شو هو راكب، كنحيدوه وكنديرو هاد الرشاش كنرشوه مزيان بعد بيكربونات الصوديوم مع نص كاس ديال الماء أولا خمارة حمراء مع نص كاس ديال الماء وكنرشوه. كنخليوها واحد شوية حتى كيتفاعل داكشي مزيان. كنجيو كنلقاوه كلشي تقلع منها بسهولة، كنجيبو غير واحد الدويف رطاب أولا واحد كلينكس أولا كنحيدو منها داكشي اللي فيها لداخل وكنشفوها، وراه كتولي زوينة وكتولي نظيفة بلا ما نقشروها بلا ما حتى شي حاجة. اييه الله يعطيك الصحة، لا ما نتعذبو معاها. الله يبارك الله عليك. من على برا تتكون حتى شي بقع هكايا كتكون صفراء ديال الطياب ديال هذا، غادي نستعنو بواحد الشيته ديال السنان ضروري. شيته ديال السنان نديروها خاصه شيوه جديده وخليوها خاصه بالكوزينه. نجيبوش ديال هذا ونخدموها، يعني يكون داكشي منظم. غادي نجيبو ديك الشيته ديال السنان ديالنا، غادي نديرو فيها واحد شويه ديال معجون الاسنان ونديرو ونغطسوها في الخل، الخل الابيض، وغادي نبقى ندوزو على ديك البانيني هكا مزيان من على برا ومن دوك التخيلات اللي فيها الداخل، حيت هي شيته السنان كتساعدنا ما كتخبش وفي نفس الوقت كتنظف مزيان. صافي من بعد كنمسحوها عادي، كتولي هكذا هي كتلمع يعني بواحد الطريقه زوينه زوينه بزاف. غير جربها ان شاء الله وراه ما غاديش يبداو يستغناو على هادشي اللي قلت دابا. اييه الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. بالنسبه للمبتدئات كيفوروا كسكسو، فاش كيحيدوه من الكسكاس، فاش كيديروه في الكسعه كيكون سخون بزاف يعني ما كيقدروش، باش غادي تبقى دير يديها ولا تبقى هذا. واحد الطريقه سهله غتشدي داك الفوي باش كنضربوا الكيكه. وكن كنديرو هكا، هو الفوي كيخليه لنا مفرز. انا كيغلبني ما نكذبش، كيغلبني الكسكسو في السخونيه. كاش داك الفوي كنبقى ندير له هكا غير ما يبرد شويه. المشكل ما كتجيكش تخلي لا هذا الى عرفتي علاش ضحكت؟ حيت ما عليا انت حال، انا مره كيصدق مره ما كيصدقش، ولكن المشكل هو انه ما كيصدق. انا فاش كنبدا نزغرت غير بوحدي مع ديك السخونيه ما كتحسيش كتخرج زغريته، كتبدا تخرج لي واحد زغريته اوريجينال، كنقول خصني نتعلم. وتبارك الله هذيك هي الحداقه، هذيك هو السر ديال الحداقه. تبارك الله. ماشي ديما غير شويه وصافي. الله يماواتنا، الله يخلي لنا الوالده، هادشي اللي يقول واحد هاد الساعه الله يخلي لنا الوالده. واحد المهمته كيكون تبارك الله يعني موالفين بالحراره. كتشوف انا الوالده ديالي كدير هكا كسكسو بيديها، يعني تبارك الله ما كتغلبهمش لا في المسمن ولا في، ولكن المبتدئات راه صعيب، حنا راه صعيب زعما علينا. الله يسامحك. المهم هذه طريقه سهله، هو كيبقى مفرز ما كيتعجنش وما كاين. المهم كنبردوه بداك الفوي هكا كندورو بحال كنخلطو الكيكه، أيه. كيتفرز وكيبرد عاد كنبداو نفتلوه بيدينا. اييه هي الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك حبيبه على خطك. بالنسبه للكيكه الا بغينا نديرو شي خطرات المكسرات فيها او قطع ديال الشوكولات، فاش كنبغيو نديروهم كنخافو اللي ينزلو لنا لتحت ما كيبقاش ذاك المنظر زوين ديال الكيكه، كنبغيوهم يبقاو في الوسط او يبقاو من الفوق. ما علينا الا نشدو دوك المكسرات كاملين اللي بغينا نديرو في الكيك، كنغطسوهم في الطحين وكنغربلوهم من داك الفائض ديال الطحين، كيبقى غير لاصق فيهم داك الطحين هكا. صافي كنرميوهم في الكيكه كيبقاو لداخل، كيبقاو في الوسط. فاش كتقطعي الكيكه كيجيو المكسرات في الوسط. اييه الله يعطيك الصحه الهام، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. ما عندي ما يتسالك، ومشكوره على الاقتراحات ديالك الله يحفظك. لا لا يخطيك، مازال ان شاء الله دابا ضروري على حساب نصائح اخرى ان شاء الله. ضروري ان شاء الله باذن الله. الفرصه للمستمعين. مرحبا. تحيه لك كبيره كبيره بزاف. وانا اكثر الله يحفظك بزاف بزاف بزاف. الله يحفظك يا الهام. لا لا يخطيك ولا لا يحشمنا يا ربي، وان شاء الله يكون لقاءنا قريب باذن الله.
ان شاء الله. الله يحفظك يا على الطاقم على يسلمك خير الرباح. مرحبا مرحبا لاله ونهارك مبروك. الله يبارك فيك. شكرا لك. الله يحفظك ليا. تحياتي. حنا اكيد مستمعينا الكرام مازال مواصلين مازال مستمرين فاصل ورجعي لكم بقى معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيداتي سادتي. كرحب بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا اللي انضموا لينا في الاستماع. مرحبا واهلا وسهلا بكم. وغادي نوصلوا في استقبالكم وغنمشيو ناخذوا معنا لاله فاتحه من مكناس. مرحبا بلاله فاتحه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الصباح سعيد لله. صباح النور وصباح الورد عليك. الله يحفظك لاله فاتحه. الله عليك. تنشكركم جزيل الشكر وشكر الاخت مستقبله المكالمات. الله يقويكم على فعل الخير وعلى اداء هذه الرساله. الله يطول عمرك. كي درتي وكي داز عواشرك؟ الحمد لله. الاجواء كتكون زوينه في مدينه مكناس. ما كاين غير النشاط. اللي بغى يجي ينشط يجي مكناس. وكاين واحد الفكره والله العظيم بوجود ميد راديو معنا لا. الحمد لله راه كيف تتقولوا في الاشاره تبارك الله هي وناسه في كل بيت. الله يقويكم يعاونكم. اللهم امين. ونشكركم على حسن الاستقبال. لاله مرحبا. مرحبا بلاله. مرحبا بلاله فاتحه. الله يا ودي مشرفانا ومنورانا. تفضلي. تبارك الله عليك لاله. انا بالنسبه ليا تنشوفوا في هاد العواشر وهاد المناسبات والمراه المغربيه دائما تتحداق في المناسبات يعني خاصها باش يعني في عوض ما نكونوا ناشطين ومفرشين في العواشر تنكونوا حنا تنخملوا. هو المشكل. هو المشكل. هادشي علاش بزاف ديال الناس واخدين موقف من المغربيات. الله العظيم. كاين واحد الفكره اللي هي سهله وبسيطه وبعض الاحيان تتشوف السيده ان الصالون ديالها مفرش ومقاد تبارك الله ومنمط ولكن الا جيتي غير تشوفي طاحت لك شي حويجه بلا الا وتتلقاي داك العنكبوت يعني تيخلق لنا واحد الازعاج. والسيده بطبيعه الحال كل سيده مغربيه اللي دائما فيها الوسواس والحداقه تتبغي الفريش ديالها يكون نقي. اكيد. هنا نعمل لهنا كاين واحد الطريقه سهله وبسيطه. غادي تاخذ السيده غير واحد البخاخ وغادي دير فيه واحد ثمن جوج دراهم ديال الشبه مدقوقه. اييه. تنخضها مزيان بالماء وتوقف هذوك الطبيلات دياولها ديال الصابون يعني قبل ما تعزفهم وترش عليهم كل يعني من الراس حتى للراس. ترشهم أيوة. مزيان وهكذا راه ديك الحشرات تتموت بشكل نهائي وتتخلص السيده من هذا المشكل. اييه. نعم. وبالنسبه للسيده اللي دائما الحمد لله تنعرفوا ان الكيكه دائما تنحتاجوا فيها ديك النسمات مثلا الحامض ولا الليمون. هنا كاينه واحد الطريقه سهله وبسيطه لان كل شيء تيتسالى تيبقى غير وجه الله. تيجي واحد الوقت اللي ما تيكونش عندنا الحامض فيه ولا الليمون. غير واحد الطريقه سهله من تشوف السيده ان الليمون عندها موجود بكثره الحمد لله في الثلاجه غير تاخذ هذاك الليمونات وتحكهم مزيان وتخليهم في واحد الفريكو يعني في واحد شي بلاستيكه مخصصه لذلك. وفوق ما بغات دير الكيكه ديالها دير غير واحد المعلقه صغيره مع ذاك الخليط وهي عندها الكيكه بالنسبه اللي بغات يعني الحمد لله الليمون. اييه. نعم. وبالنسبه كذلك حتى للسيدات اللي دائما السيدات تحتاج انها تصبن صابون الحجره ودوك الناس اللي تيكون فيهم الحداقه مزيان راه واخا تكون هذه المساحيق المختلفه يعني تتكون تتخلي لنا الاثر على اليديدات ولا شي حاجه. هنا انا غادي نقترح على السيده واحد النوع من الصابون اللي هو سهل وبسيط غادي تصبن به هو في نفس الوقت ديال الحجره. اييه. هنا بلا ما تستعمل السيده الفراكه غادي تاخذ غير واحد الحجره يعني تدي 4 دراهم يعني راها مكتوبه عليها في الحانوت معروفه وغادي تحكها مزيان وتضيف عليها 5 لتر د الماء يعني ديك 5 لتر د الماء طايب غادي ناخذوا غير 4 لتر د الماء طايب حتى يطلق السبوله. أيه. ونديروا فيه هاد الصابونه المحكوكه ونزيدوا عليها 4 المعالق كبار من الخل الابيض وهذاك يعني هادشي اللي عندنا فيه وغادي هذاك اللتر اللي بانا غادي نديروا فيه واحد الحفنه ديال الخزامه نديروها فيه تغلى بطبيعه الحال غير ماشي تغلى حتى تغلي لا غادي نخليو غير يبدا يدفى تقيس السيده وتلقاه يعني عفوا تقيس السيده بيدها الماء وتلقاه دفى تصفيه وتزيدو على ديك 4 لتر اللي عندها ديال الماء طايب والصابون المحكوك والخل. ايوه. وتخليها تبات ليله كامله وهنا فين غادي تجي التكميله ديال هذا الصابون هذا غادي ناخذ واحد تمشي عند بائع مواد هذاك اللي تبيع مواد تنظيف. أيه. يعني تاخذ واحد الصابون راه تيكون عندنا سائل خاص بالماكينة وهذا يمكن لك تستعملوا حتى الصابو حتى في الماكينة الأوتوماتيكية راه ما كاينش مشكل فيه. غير غادي تجي السيدة في كل صبينة يعني دير المسحوق ديالها العادي وتضيف عليه هذا يعني كاس في كل صبينة. طبيعة الحال الصابون اللي قلنا سائل غادي نزيدوه الصباح على هذا الصابون المحكوك مع ديك المكونات اللي ذكرت وتخلطوا مزيان وتبقى تاخذ كاس في كل صبينة تزيدوا على ذاك المسحوق العادي وهي عندها يعني حويجات مصبنين صابون الحجرة طبيعي ما كاينينش وريحة الخزامة كاينة. هذا هو المهم من هذا الصابون هذا.
يعطيك الصحة. نعم لا مرحبا. وواحد الطريقة سهلة وبسيطة، إلا بغات السيدة تحك يعني داك الريوس ديال البوطة ديالها بلا ما تحتاج أنها تحكهم، غادي تحتاج غير واحد قشرة ديال الليمونة كاملة، ومع وواحد المعلقة ديال بيكربونات الصوديوم ولا جوج، ونص كاس ديال الخل. أييه. وتضيف عليهم كذلك واحد المعلقه ديال الملح. هادشي كله الا درناه غادي نديروه في واحد الكاسرونه وغادي نعمروا عليه الماء وغادي نخليوه يغلي بشكل كامل حتى نشوفوا ان داك الماء تغلى مزيان، يعني دير فيه دوك الجعاب اللي تيكونوا من الفوق ودوك الفم اللي من الفوق والجعاب اللي تيكونوا لاصقين في البوطه. أيوة. وهنا راه غادي تتاكد بان داك الصدى كامل مشى ليها في الماء، وغادي تستعمل الرويسات ديالها بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك لا فتيحه. مرحبا. وإلا بغينا نكملوا يعني التكميله باش تبقى لنا البوطه يعني جديده، غادي نجيبوا غير واحد الخلطه ديال معلقه كبيره من الصابون البلدي ومعلقه من الخميره المعجونه، نخلطوها بيدينا مزيان، تزدوها واحد شويه ديك البوطه بالماء هكا رشوها وندهنوا عليها هذوك المكونات، فاش يكون الماء تيتغلى لينا بدوك الريوس غادي تكون يعني دوك البوطه عندنا مدهونه، وغادي نغسلوها بشكل عادي غير بهكا شويه الحلفه تكون خفيفه، وغتبقى لها دائما البوطه ديالها في شكل جيد ما فيه حتى شي مشكل. نعم الله يعطيك الصحه تبارك الله يكلا فتيحه. اهلا وسهلا. مازال بغيت تضيف شي حاجه؟ اي مرحبا. لا بغيتي لا مرحبا. تفضلي تفضلي. بالنسبه للسيد ها بالنسبه للسيدات بعد ما تنقولوا خملنا هاد الطبيلات ديالنا ودرنا لهم هاد يعني هاد الوصفه اللي ذكرت من قبل، غير فاش تبغي السيده دير طليمطات ديالها مصبنين، غادي تجيب واحد العدد واحد الكميه مهمه من الخزامه، كل سداري تزلع فيه من الراس حتى للراس هاد الخزامه وتلمط عليها. أيه. هنا واخا تبقى العام كامل ويكون عندها الغمال، يعني راه تنعرفوا بان البروده راه ماشي كل البيوت فيها مناطق تهويه. هنا بعد ما تلمط السيده الصالون ديالها، اللي جا مثلا جاو عندها ضيوف عزاز ولا شي حاجه وجلسوا، اللي جلس هنا بغى يخلي موراه ديك الرائحه الطيبه الجميله ديال الخزامه، وخا نسدوا البيت غادي تبقى لنا هذه الريحه ديال الخزامه. وبالصحه والراحه وفرصه للمستمعات اخيرات تبارك الله عليك، وشكرا تنشكركم جزيل الشكر على هذا الاتصال الطيب. الله يحفظك. مرحبا وتبارك الله عليك فتيحه، وشكرا لك، واكيد ان شاء الله نكونوا سعداء دائما انك تكوني معنا باقتراحاتك وبافكارك. الله يحفظك الله يطول لي عمرك، وتحيه لجميع المستمعين اللي كيشاركوا معنا بطبيعه الحال، وغنكونوا سعيدة جدا اننا نتواصلوا مع بعضياتنا، وكل راغب باش انهم يعطونا اقتراحاتهم، علاش لا نديروا واحد المجموعه ديالنا اللي يمكن اننا نتواصلوا مع بعضياتنا الاثنين والخميس ونقدموا مجموعه من الاقتراحات والافكار، علاش لا نتقاسموا مع بعضياتنا. مرحبا ولا وسهلا بالجميع. حنا اكيد مازال مستمرين مستمعينا، فاصل ورجع لك حدود الساعه الواحده. واكيد انه سعداء بالتواصل معكم باقتراحاتكم، تبارك الله عليكم، كانت اقتراحات زوينه بزاف اليوم، وترحبوا بجميع اقتراحات المستمعات الكريمات فين ما كنتوا. غادي نحاول نجاوب على بعض الاسئله ديالكم، مشكورين على تواصلكم معنا. اكيد انه كنرحب بجميع الرسائل الزوينه ديالكم. سلام لاله سكينه، انا ام سكينه. الله يحفظها لك. بغيت نبارك لبنتي عيد الميلاد اللي درناه البارح وراكم في القمه، عمرها 5 سنوات. الله يحفظها لك يا ربي ويطول في عمرها وتشوفها كي كتمنى يا رب. وانا سعيده جدا بسكينه، عمرها 5 سنين، الله يحفظها، الله يبارك لك فيها، وان شاء الله تشوفها كيف ما كتمنى يا ربي. وسنه سعيده لك سكينه، وكل عام وهي بألف ألف خير وبصحه وعافيه يا رب، كل ما كتمني تشوفيه فيها يا رب. سلام سي سكينه، نهاركم مبروك، الله يخليك. عندي طبله ديال العود حطيت عليها مقله سخونه ولقيتها ولات بيضه من تحت، واش كاين شي حل باش نرجع لها لونها مارون؟ وشكرا بزاف. هاد المساله ديال السخونه دائما ردوا البال، خاصنا ديما نحطوا يعني واحد صينيه ونديروا عليها شي جوج سرابات ولا باش هكذا كيهزوا السخونيه. الطريقه اللي غادي نعطيك ما عرفتش واش غتكون افيكاس 100% ولكن غتجربيها. هادي طريقه باش كنحيدوا دوك البقع اللي كتكون ديال الكاس اولا ديال ديك الشهوبيه، كنديروا غير المايونيز على ديك الطبعه وتنخليه واحد 10 ديال الدقائق ومن بعد كنضفوه فهو كيزول هاد البقع. بها وان شاء الله يكون خير. نتمنى انه ما يكونش العود تقشر، يعني تقشر بصفه تامه، وانما يكون فقط غير بحال اون طاش اللي تحيد بسهوله ان شاء الله. دير لها غير المايونيز وجاوبيني من بعد. لالا ام هبه ولا ام لهيب وهم ام لهيبه بيان. ان شاء الله حاول حاول وجاوبني. صباح النور حبيبتي سكينه، تحيه ليك وطاقم الراديو وجميع المستمعات، وحشناكم بزاف، نتمنى تكونوا استمتعتوا في العطله. شكرا ليك نهيد، انا توحشك شحال هذه ما شفتش الرسائل ديالك، شكرا جزيلا ليك. الساعه
السلام، ميرسي بزاف على البرنامج. بيزارتي بغيت النمره توصل معكم الا كان ممكن. ايه مرحبا لاله فاطمه، غادي نكتب لك الرقم الهاتفي بطبيعه الحال يمكن لك توصلي معنا به. سلام اختي سكينه، عفاك اللي عندها شي حل ازاله الحنه من السلهم ديال الصوف وشكرا. الحنه من السلهم ديال الصوف، كيف ما تنعرفوا الحنه كتطبع هي شي حاجه اللي كنبغيوها جميع، ولكن كتطبع. فنتمنى ان المستمعات الكريمات اللي يكونوا كيستمعوا لنا دابا الا عندهم شي حل بطبيعه الحال يزودوا به المستمعه الكريمه. كان بودي نجاوب على اسئلتكم مستمعينا الكرام كامله، ولكن للاسف البرنامج وصل للنهايه ديالو، كنعتذر ملي ما قدرناش نجاوبهم. ان شاء الله نتواصلوا مع بعضياتنا خلال الاسبوع في يوم الخميس حلقه الحياه المنزليه. نتمنى ان حلقه اليوم تكون نالت اعجابكم ورضاكم. تحياتي وقبلاتي الحاره لكم مستمعاتنا الكريمات فين ما كنتوا، سواء عبر الفيسبوك او عبر رقمنا الهاتفي شكرا، او عبر الاستماع ديالكم. شكرا لكم على وفائكم. تحيه لجميع المستمعين والمستمعات فين ما كنتوا. شكرا.